كامل التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، هذه نافذة القاهرة على آسيا. في هذا الحديث نتوقف في موضوعنا الرئيسي حول مناورات أوقفت في نوفمبر الماضي، وكان الحديث أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستحاول أن تقلل من التصعيد العسكري على وعسى أن يفيد في المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والفائز هو كوريا الجنوبية. هذا الصدام، هذا الصراع، هذه البقعة التاريخية كيف تدار من قبل العقل الأمريكي، وكيف يفكر فيها كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وإلى متى سيتم استعمال أو استخدام أو التصعيد إما الذاتي أو المفتعل لهذه البقعة التاريخية، الصراع الأزلي الأبدي على ما يبدو أنه قد يكون ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. مات الرجل؟ لم يموت الرجل، ولكن الصراع ما زال مستمرا. أهلا بكم، ملتقانا بعد قليل. اسمحوا لنا ابتداء مشاهدي الكرام أن نبدأ بهذه الجولة المعتادة في ربوع أسيا، ونبدأها بهذه الجولة الإخبارية القصيرة. عاد اليوم عشرات الألاف من الطلاب إلى المدارس في شنغهاي في الصين وبيجين على وجه التحديد بعد أشهر من الإغلاق المستمر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تعود أكبر مدن الصين تدريجيا إلى الحياة الطبيعية كما كانت من قبل. كانت المدارس قد أغلقت في مختلف أنحاء الصين منذ يناير الماضي، وبدأت في إعطاء الدروس التعليمية عبر شبكة المعلومات الدولية. بدأت أيضا المدارس في فتح أبوابها تدريجيا الشهر الماضي فقط منذ يناير كما ذكرنا، بينما يترقب أن تستأنف الدراسة في ووهان بؤرة انتشار هذا الفيروس، وحددوا لها موعد في 6 مايو. الصين تمكنت من وقف انتشار هذا الفيروس إلى حد كبير رغم التشكيك الذي يصاحب هذه العملية، لكنها لا تزال متأهبة مع تزايد المخاوف من حالات لأشخاص قادمين من خارج الصين، أو مع ظهور ما أطلق عليه في العالم من موجة ثانية من الإصابات قد تطال شمال شرق الصين. أعلنت اليوم اللجنة الوطنية الصحية في الصين عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، حيث يأتي ذلك بينما أعلن المسؤولون في مستشفيات ووهان أن طبعا دائما الحديث أن ووهان بؤرة انتشار هذا المرض أصبحت الآن خالية تماما من أي إصابة. استأنفت مقاطعة هوبي تشغيل حوالي 266 موقعا سياحيا مع انحصار هذا الوباء بها، واشترطت السلطات هناك على جميع المواقع السياحية التي تم فتحها تحديدا أن يتم تدفق الزائرين عند 30% من السعة التقليدية، بمعنى أن المدينة لن تستوعب سوى 30% من قدرتها الاستيعابية، وتم فتح مناطق في الهواء الطلق فقط لترجل السائحين في هذه المنطقة. سجلت سنغافورة حوالي 931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات بهذا المرض إلى نحو 14,000 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مساكن مخصصة لهم، إضافة إلى أن هناك 15 إصابة جديدة في المقيمين بشكل دائم داخل سنغافورة. ووفقا للأرقام الرسمية فإن الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5,700,000 نسمة تشهد أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا بسبب تفشي الأمراض في المساكن المكتظة التي يعيش فيها أكثر من 300,000 عامل معظمهم من جنوب شرق آسيا. دعا مسؤولون في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر وسط تقارير عن احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مريض ويخضع لجراحة في شرايين القلب، أو أنه في عزل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشددوا على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية. وقال المسؤولون عن التواصل مع كوريا الشمالية خلال منتدى مغلق أن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بالثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث داخل كوريا الشمالية. وسط تقارير متضاربة عن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، أكدت سيول أن حالته الصحية جيدة. المستشار الخاص للأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية قال إن زعيم الجارة الشمالية البالغ من العمر 36 عاما يقيم على الساحل الشرقي للبلاد منذ 13 أبريل،
المسؤولون في كوريا الجنوبية دعوا إلى توخي الحذر في تناول التقارير التي تتحدث عن احتمالية خضوع الزعيم الكوري الشمالي لجراحة في شرايين القلب أو عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددين على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في الجارة الشمالية. ليس لدينا ما نضيف بخصوص الشائعات عن صحة الزعيم كيم. مجلس الأمن القومي أكد أنه ليس هناك إشارات غير عادية داخل كوريا الشمالية والموقف لا يزال كما هو. وأفاد مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه. كانت شائعات وتكهنات قد تضاعفت في الأيام الأخيرة بشأن صحة كيم بعد تخلفه عن حضور احتفال رسمي بارز في 15 من أبريل الجاري، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت، حيث ظهر كيم للمرة الأخيرة خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، كما رصدت صور أقمار اصطناعية قطارا يرجح أنه للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في منتجع في شرق كوريا الشمالية وفق الموقع الأمريكي 38 نورث. وفي ظل عدم توفر أي تفاصيل دقيقة وتضارب الآراء عن وضع كيم، رجح محللون أن شقيقته الصغرى التي تتولى رسميا منصب نائبة مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قد تتولى الحكم في حالة عدم استطاعته القيام بمهام الحكم. سنتناول فيروس كورونا ولكن من ناحيته الاقتصادية كما هو معتاد في كل دول العالم. الأخبار الاقتصادية الآتية أو المحيطة بهذا الفيروس تقول أن التبادل التجاري ما بين الصين كدولة وبين إفريقيا كقارة مني بخسائر كبيرة، أو بمعنى أدق من الناحية الاقتصادية بتراجع حاد بلغ حوالي 14% مما كان ما قبل هذا الفيروس، وسجلت حوالي 42 مليار دولار خلال الربع. يعني التبادل التجاري سجل 42 مليار دولار، كان أعلى من كده بأكثر من 14%. الرقم ده كان الربع الأول من العام الجاري مقارنة بين الفترة زيها أو نفس الفترة من العام الماضي، أوضح تقرير أصدرته الهيئة العامة للجمارك في الصين إلى الهبوط إلى حالة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وإلى حالة الإغلاق الكبيرة التي أصابت الصين ومن ثم أصابت العالم المترقب لهذا الفيروس. وسجل اقتصاد الصين كما هو معتاد طبقا لهذه القراءة الرقمية انكماشا بلغ حوالي 6.8% مما كان عليه من نفس الفترة ولكن من العام الماضي. باقون في الصين، وفيها قال مكتب الإحصاء الصيني إن أرباح الشركات الصينية الصناعية على وجه التحديد انخفضت في مارس بنسبة 34.9% مقارنة بنفس المستوى قبل عام إلى حوالي 52 مليار و430 مليون دولار. يأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة حوالي 38% تقريبا في شهري يناير وفبراير، وهو أكبر انخفاض حدث في الصين وفي أرباح الشركات العاملة منذ 2011. يعني ما سجل من أرقام منخفضة في الصين لم تسجله الصين منذ عام 2011، وفي الفترة من يناير إلى مارس على وجه التحديد تراجعت أرباح الشركات الصناعية، كانت بتكسب ولكنها الآن تكسب ولكن بنسبة تراجع 37.4% مما كان عليه في نفس العام من العام الماضي. نتحول معا إلى باكستان التي قضى فيها الباكستانيون الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، تحت القيود الاحترازية التي تمارس في كل دول العالم. بالطبع باكستان سجلت أكثر من 12 حالة، طبعا 12 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 250 حالة توفيت جراء الإصابة بهذا المرض. هذا التقرير يجمل لنا الحالة تحديدا في شهر رمضان وما يلف لفها ارتباطا بفيروس كورونا المستجد. في خضم جائحة فيروس كورونا قضى الباكستانيون الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم تحت القيود الاحترازية. الجمعيات الخيرية اعتمدت القواعد التي فرضتها الحكومة من أجل تجنب التجمعات في الشوارع وعدم ترتيب موائد إفطار على جانبي الطريق، وبدلا من ذلك قامت بإعداد وجبات معلبة وتقديمها إلى المحتاجين. نتبع قاعدة التباعد الاجتماعي ولا ننظم أي ترتيب في الشوارع. نقوم بتوزيع علب لمنازل المحتاجين بحيث لا يجوع أحد. تطبيق القيود كان واضحا على شوارع مدينة كاراتشي التي خلت إلى حد كبير من المارة وأغلقت كل المحال.
وظلت مناطق التسوق بالمدينة خاوية بالمقارنة بالجماهير المعتادة التي كانت تشتري الطعام من خضر وفاكهة للإعداد لأول إفطار لها في رمضان. بسبب الإغلاق العام كل المتاجر مغلقة ولا يوجد شيء متوفر بالسوق للإفطار، ولقد زرت الجمعية للحصول على أي شيء. هذا الوضع لم يقتصر على المحال والأسواق، حيث لحقت بهم المساجد التي أغلقت جراء مرض كورونا ولم يسمح لأحد بالدخول للصلاة. وسجلت باكستان حتى الآن أكثر من 12 ألف حالة إصابة وما يزيد على 250 حالة وفاة بالمرض. لفتة طريفة دائما ما تأتي بها قارة آسيا، تحديدا في كوريا الجنوبية التي أجرى فيها موظفو التأمين في كل كوريا الجنوبية امتحانات تأهيل جديدة لهم في الهواء الطلق كجزء من تدابير لاحتراز أو لمحاولة احتواء انتشار تفشي فيروس كورونا في ظل لوائح التباعد الاجتماعي المطبقة في كوريا وتحديدا في كل دول العالم. أيضا لم يكن من الممكن بالنسبة لهم الاختبار في القاعات المغلقة كما هو الحال أو كما هو معتاد سابقا. عقدت الرابطة العامة للتأمين في كوريا هذا الحدث في ساحة مدرسة بدلا من القاعات المغلقة، وتم فحص حرارة المشاركين، والأهم أنه تم تطهير المكاتب والكراسي بالكامل بعد هذا الاستخدام. يمكن هذه النوع من الأخبار هي أخبار تمهيدية لمرحلة ما بعد التعامل مع كورونا باعتباره قد يستمر فترة مع البشرية. كوريا الجنوبية وهو موضوع هذا الخبر بتحاول أن تخفف من إجراءاتها وقيودها المفروضة على التباعد الاجتماعي، وسيتم استئناف الامتحانات قريبا داخل كوريا الجنوبية والترخيص تدريجيا في إجراءات احترازية الهدف منها هو تخفيف القيود وتخفيف الحظر المنزلي والعزل الصحي، ولكن مع إجراء الإجراءات الاحترازية المعتادة للتعامل مع هذا الفيروس بشكل مستمر أو قد يطول بشكل مستمر لفترة أطول من ذلك. إذن كوريا الجنوبية حاضرة معنا، سنذهب إلى صدامها المعتاد، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، المناورات المعتادة. لماذا الحديث عن المناورات ما بين كوريا الشمالية والجنوبية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أثر هذه المرة بهذا الشكل على كوريا الشمالية التي أصدرت تحذيراتها رغم أن هذه المناورات هي معتادة وقد أجريت من قبل؟ لماذا الآن رغم أنها قد توقفت في محاولة لامتصاص الغضب الكوري الشمالي ومحاولة إحداث قدر من التوائم واستتباب الأمر في هذه المنطقة التي على ما يبدو أنها لن تستتب لأسباب لا نعلمها؟ هذا هو موضوعنا، نذهب إلى هذه الوقفة التقريرية ونعود لفتح هذا الملف الأزلي الذي على ما يبدو قد يستمر معنا للوقوف على أسبابه واحتمالاته المستقبلية. أرجو أن تبقوا. رغم جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره ورغم تحذيرات كوريا الشمالية، صرح مسؤولون عسكريون في سيول بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري. قال المسؤولون في تصريحات أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن القوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بدأوا التدريبات على مستوى السرب وستنتهي التدريبات الأسبوع الجاري. وأوضح مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية أن هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة مصممة لتحسين تنفيذ العمليات المشتركة بين البلدين، وأضاف أن طول وحجم التدريبات مماثل لما تم في السنوات السابقة. وأشارت وكالة الأنباء إلى أن التدريبات الجارية يبدو أنها تحذير لكوريا الشمالية، حيث أرجأ الحلفاء مناوراتهم الجوية في نوفمبر الماضي لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ. وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على مبادلة النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية المتوقفة، لكن كوريا الشمالية لم تفعل شيئا سوى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت صواريخ ومقذوفات لخمس مرات خلال العام الجاري وكان آخرها في 14 من إبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، بعد إذن حضراتكم نحيي ضيفنا في هذه الوقفة التقريرية التحليلية للأستاذ أشرف أبو اليزيد، وهو رئيس جمعية الصحفيين الأسيويين بسيول في كوريا الجنوبية والمتخصص في شؤون كوريا الجنوبية. أهلا بكم وأهلا بك فندم. أهلا بك. هذه المناورات التي أجلت في نوفمبر ثم أجريت في أثناء الشائعات أو الأحاديث المتناقلة بشأن وفاة
رجل كوريا الشمالية الأول، هل من رابط؟ ولماذا أقدمت الولايات المتحدة على أن تجري هذه المفاوضات، هذه المناورات في هذا التوقيت الشائك؟ نعم، لا يعني لا أعتقد أن هناك رابطا مع الشائعات التي أثيرت حول اختفاء الزعيم الكوري الشمالي، إنما المناورات جاءت في سياق أولا استعادة المناورات المؤجلة، والأمر الثاني هو المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية حول نفقات الحضور العسكري الأمريكي في شبه الجزيرتين أو في محيط شبه الجزيرتين. أنت تعرف أن الأسطول الأمريكي والقوات الأمريكية مرابطة هناك، وهناك دفاع مشترك بين البلدين، وكان من المفترض أن يسعى الرئيس الأمريكي إلى طلب زيادة من الجانب الكوري للإنفاق على هذه القوات، وطلب بالمضاعفة، ربما طلب بخمسة مليارات دولار أمريكي، فيما أن كوريا الجنوبية قالت أنها تكتفي بزيادة مقدارها 13% فقط. فردت الولايات المتحدة أو رد ترامب بتسريح يعني ضمني، وهو إعطاء أجازة 4000 كوري مجند في القوات الأمريكية المرابطة بداية من شهر إبريل، كما لو كانت نقطة يعني كارت أو بطاقة ضغط على الجانب الكوري الجنوبي. إذن نحن أمام مشهد أن الكوريين الجنوبيين يريدون الحضور الأمريكي، ولكنهم غير مستعدين لكي يوافقوا على الطلبات الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري من جهة سيول. طب وهذه ليست إجابة، لماذا أجريت المناورات؟ أجريت رد فعل للصواريخ الكورية الشمالية التي أطلقت في 14 إبريل. يعني دائما حينما تهدأ الأمور وتتجه إلى نوع من الحل بدون أن تدري يكون هناك تصعيد، فكانت بيونج يانج تسعى إلى وجود حل ووجود موافقة على طلبات من كوريا الشمالية، وفي نفس الوقت تسعى الولايات المتحدة لتأمين نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية لكي ترضى كوريا الجنوبية بالإنفاق العسكري الجديد. في هذا الخضم حدث أن أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ عبرت إلى بحر اليابان أو إلى بحر الشرق، يعتقد أنها صواريخ كروز، وبالتالي أصبحت هناك مخاوف قائمة وحاضرة، وجاءت هذه المناورات ربما لترد بأننا يعني شاهدون على هذا التصعيد وأننا حاضرون للرد عليه. طيب في تقييمك ما الذي يدفع كوريا الشمالية في هذا التوقيت الذي على ما يبدو أن الولايات المتحدة قد قدمت بعض العطاءات بأنها أوقفت مناورات وأنها تقدم وتقول أن فكرة التحالف اللصيق والتدريبات المشتركة هي في مجال التفاوض أوقفتها، فتأتي كوريا الشمالية تطلق هذا لتعيد هذه المناورات مرة أخرى، ماذا تقصد كوريا الشمالية بهذه الصواريخ أن تطلقها في هذا التوقيت، رمزيتها، وكيف تتلقى مثل هذه المناورات الرعب الذي يأتينا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية الذي يصيب دائما كوريا الجنوبية ويصيب اليابان؟ على مدار العقود السابقة أصبح مثل هذه الإجراءات روتينا لدى كوريا الشمالية، هي دائما تستعرض القوة وربما تستفز، ولكن لم تصل أبدا، ربما بفضل بكين في المشهد، لم تصل إلى المواجهة. قد تكون من قبيل الضغط، أنها تريد الضغط على كوريا الجنوبية ولا تريد أن يعني تتنازل عن سلاحها النووي، يعني تريد أن تحل دون نزع السلاح. وهذا يعني أنا لا أقف في جانب الكوريين الشماليين ولا الجنوبيين، ولكن أعتقد أن يجب أن تحدث تطمينات أكبر من مجرد الذهاب إلى طاولة مفاوضات والمصافحة وإلى آخره. وهل مربط الفرس في هذه الأزمة هو أن تتخلى بيونج يانج أو كوريا الشمالية بمعنى أدق عن سلاحها النووي؟ هذا هو ما يزعج كوريا الجنوبية؟ هذا هو الهدف الأساس من هذه المفاوضات. يعني حينما ردت كوريا الجنوبية أن
تبدأ هذه المحادثات كان الهدف الأساس هو نزع السلاح النووي لتأمين شبه الجزيرة الكورية. سيول ليست مستعدة للتضحية بكل التنمية التي حصدتها لكي تدخل في مغامرة أو لكي تتعرض لمخاطرة من قبل الشمال، ولذلك أرادت هي بهذا المطلب الأساسي. هي مستعدة لكل المطالب، يعني كوريا الجنوبية قدمت أكثر مما يمكن أن تقدم حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا حينما تقول أن هناك محاولات للتصنيع أو للمساعدة في التصنيع ببناء مصانع داخل كوريا الشمالية وتم يعني مدها بالإمدادات اللازمة بالأغذية بالموافقة على اللقاءات السنوية للم شمل العائلات المتفرقة بين الكوريتين، هذه الإجراءات التي تؤديها حتى بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ودعوة الكوريين الشماليين للمشاركة تحت عالم واحد في الألعاب الأولمبية، هذه كلها أمور تعتقد كوريا الجنوبية أنها ليست تنازلات وإنما هي ما يمكن أن تسميه سلامة نية، إجراءات سلامة نية تجاه الشمال. طب وكيف ينظر الشمال؟ هل يعني حسب هذه التفاصيل ما الذي يمنع كوريا الشمالية أن تتعاطى مع هذه التقديمات أو هذه العطايا إن صح هذا التعبير بين قوسين إذا كان هناك فائدة لها من هذه التقديمات؟ لماذا ترفضها إذن؟ هو تحت أي فلسفة أقصد؟ هو فلسفة، يعني أنت تعرف أن الكوريين الشماليين المسألة ليست تتعلق بالصغير كيم ولا الأب كيم ولا الجد كيم، المسألة تتعلق بنظام الدولة، نظام الدولة قائم على هذا الرفض للآخر بمسألة أنني لست على خطأ لكي أتنازل عن أسلحتي. وكما رأينا ربما قبل سنوات كيف أن الكوري الشمالي كيم جونغ أون حاول أن يربط بين انهيارات حصلت في الشرق الأوسط وبين نزع السلاح النووي من عنده بأنه ربما يلقى نفس المصير، لذلك هو يقول أن هذا السلاح النووي الذي يملكه ربما يكون تأمينا لانتصار أو لاستمرار النظام. طيب هناك روايات أخرى تتحدث بأن كوريا الجنوبية ترغب في تأصيل الوضع الحالي وأن تبقى الدولتين وأن تبقى الدولتان، وكوريا الشمالية ترى أنه لا توجد دولتين، لا توجد كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأن الأمر متعلق بامتداد ما فعل بهذا التقسيم الجغرافي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تضاد في الرؤى حول حلول هذه المسألة، هل بترى أن هذه التضادات في الرؤى حول مستقبل الدولتين ومستقبل الاتصال فيما بينهما هو أحد الأسباب التي تؤخر هذه الحلول؟ الاتصال قائم ومستمر بين الكوريتين، بمعنى أن هناك حتى وزارة للتواصل ووزارة يمكن أن تسميها للم الشمل أو للتوحيد الكوريتين، ولكن المسألة كما تقول أبعد من ذلك، لأن هناك نموذجا في القارة الآسيوية وهو فيتنام، حصلت حرب، كانت هناك حرب بين الشمال والجنوب ولكن انتصر الشمال وأصبحت كوريا فيتنام كلها يعني دولة نظاما واحدة. دولة واحدة ونظاما يساريا واحدا، وكانت كوريا فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية ما كان من قبل كانت في نفس التحالفات السياسية بالضبط، لكن كان بدل الولايات المتحدة كانت هناك فرنسا في الجنوب الفيتنامي. إذن أنت أمام نموذج نجح في أن يصبح كله دولة واحدة، دولة واحدة ودولة واحدة تنتمي إلى المعسكر الصيني الروسي. ربما يكون هذا ما يحلم به يعني الشمال في الكوريتين، ولكنه غير قابل للتطبيق لأن ده مرفوض من كوريا الجنوبية، مرفوض تماما. طب ليه غير قابل للتطبيق؟ يعني دورة التنمية التي صارت في شبه الجزيرة هي كانت الكفة راجحة في كوريا الجنوبية، والانتصارات التقنية التي حدثت وتم توظيفها لخدمة المجتمع والتنمية والاقتصاد أعتقد أنهم غير مستعدين للرجوع عن ذلك. طب يعني هنتكلم هنا عن نماذج شبيهة، وحضرتك ضربت مثل بفيتنام وما كان في التاريخ، وهناك مثل قريب في التاريخ القريب أيضا ألمانيا الشرقية والغربية. نعم. في فترة الحرب الباردة، كل هذه النماذج
كانت هناك ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، نعم. وتقريبا نفس النموذج ما بين كوريا الشمالية والغربية والجنوبية. ألا يعتبر هذه نماذج تحفيزية لهذه الفكرة؟ فكرة الاتحاد قائمة، ولكن على أي أساس؟ هل يكون نظام فيدرالي بمعنى أن هناك حكمين ولكن يعني ليست بينهما نفس العداوة؟ ربما هذا ما يسعى إليه الكوريين الجنوبيين أكثر من الشمال، لأن هذا يؤمن نظام حياتهم وأسلوب الحياة التي وصلوا إليه. فالجيل الذي حقق هذه الطفرات الصناعية وحقق هذه النقلة في مستوى الحياة، لا أعتقد أنه يتمنى التضحية بها. وأنت ذكرت الألمانيتين، ولكن كان هناك فاتورة ضخمة جدا دفعتها ألمانيا الغربية لكي يتوحد الشرق والغرب في ألمانيا. طيب، من يحتاج إلى من أكثر، الولايات المتحدة أم كوريا الجنوبية؟ هذا التواجد العسكري والضريبة التي تدفع ماليا من قبل كوريا الجنوبية، من يرغب في أن يبقى في معية من في هذه المنطقة؟ لا، يعني أنت تتحدث، إذا كنت ترى الأمر بمنظور الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد أن تهيمن كوريا الجنوبية على الأمر. إنما الكوريون يرون السلام هو الأفضل، بمعنى ألا توجد حالة حرب، وأن حالة الحرب قائمة طالما بقيت مسألة السلاح النووي. إذن هناك وجهة نظر بالإلغاء، وهي وجهة نظر أمريكية. إلغاء ماذا؟ إلغاء كوريا الشمالية وتحييد النظام وتحويله إلى نظام يشبه نظام كوريا الجنوبية. وهناك نظام يعني محايد مسالم يرى في الشمال الكوري أنه يمكن أن يكون يعني جزءا من العائلة، ولكن ضمن سياق خاص. لكن كوريا الجنوبية في ذهنية المفاوض أو ذهنية الشعب يرى أنه أي تهاون في التعامل مع كوريا الشمالية قد يكون نموذجا فيتناميا جديدا، وأن قد يعتدي الشمال على الجنوب، رغم أن ذلك بعيد. ولكن الحروب القائمة في آسيا حتى هي تثير ذلك، والكوريين الجنوبيون كما أرى ذلك في المدن وفي محطات المترو، هم يستعدون لهجوم بالغاز على سبيل المثال، لأن سيول على مرمى صاروخ من بيونغ يانغ. إذن أنت أمام شعب يخاف على حاضره ويسعى لتأمينه. بالطبع الخوف قائم، ولكن ليس بالحرب يمكنهم أن يحلوا هذا الخوف. وهذا الهوس المرتبط بتصرفات الغير محسوبة لمسؤول كوريا الشمالية الأول، هل هذا حقيقة؟ هل هذه حقيقة؟ هل هي نفس العينة التي ترى؟ يعني نحن نرى أنه خارج نطاق السيطرة من خلال ما ينقل لنا من وسائل الإعلام الغربية، في ظل انقطاع تواصل لغوي قد لا يعطيك يعني فهم عميق لهذه المشكلة وهذه الأزمة. هل كوريا الجنوبية بتنظر لهذا الرجل والنظام الحاكم هناك بهذا العنف، وأنه ترى أنه شخص غير قابل للسيطرة، وأن هناك فرصة لأفعال خارجة عن المألوف وخارجة عن العرف السياسي والعسكري في العالم؟ للأسف الشديد أننا أسرى لوجهة النظر الغربية للموقف، ليس فقط في كوريا الشمالية ولكن في كل العالم. بمعنى حينما يرى الغرب الأمريكي أن كوريا الشمالية يحكمها رجل خارج عن السيطرة وفقد عقله إلى آخره، يمكن أن نرى ذلك، لأن ذلك يتم تكريسه ليس فقط في الأخبار المنتقاة والموزعة، ولكن حتى في الإنتاج السينمائي، كما حدث في فيلم The Interviews، المقابلة التي يعني كانت عن مذيع أمريكي يذهب إلى شمال كوريا ليلتقي زعيم كوريا الشمالية. هذه وجهات النظر التي يتم الترويج لها ربما يجانبها الصواب. يعني أنت رأيت مجموعة من الأفلام خلال الحرب الباردة تصور لك روسيا على أنها يعني الشيطان الأكبر، وأن عملاءها في كل مكان، وأنهم يعني قادمون لهدم الدول الأخرى التي لا تدين بمذهبهم. ولكن يتضح لك بعد يعني هذه السنوات والحرب الباردة وانتهائها أن ذلك كله كان مبالغة كبيرة من الإعلام الغربي. ربما أنا أرى أن هذه مبالغة، ويراها طرف آخر أن تلك تقرير الحقيقة، لكن لا يوجد من داخل كوريا الشمالية العين التي ترصد الواقع، لذلك هي كلها قائمة على استنتاجات واستبصارات.
وحينما يؤمنون لك يقولون أن الرئيس الكوري الشمالي اليوم هو فوون سان شرق البلاد يراجع المنتجعات السياحية هناك ويطمئن، هذا أنت رأيته لأنهم أرادوا إذاعته من الداخل، ولكنها ليست الحقيقة. ربما الحقيقة كانت أنك رصدت القطار الذي نقل الرئيس الكوري الشمالي إلى تلك المنطقة، فربما رصدت حضوره هناك، ولكن هل هو حاضر هناك؟ لا يوجد من يؤكد ذلك. إذن أنت أمام إعلام إما مكاشف من الداخل، وإما إعلان متكهن، يعني يتكهن بما يجري. وهنا نتكلم عن الإعلان المتكهن، هو الإعلان الغربي أو الإعلان المتابع أو الإعلان المروج، لأن هناك حالة أو أن هناك وفاة، وفي محاولة للضغط الإعلامي حتى تخرج المعلومات التي بالزبط. تغيب عن العالم بالزبط. وفي المقابل الآخر يموه. إلى أي منطق تلتمس العذر لكوريا الشمالية في هذا الأمر؟ إذا أنت رأيتها أنها في موقف الضعف، إذا هي لها كل الحق في أن تكون تحاول الدفاع عن نفسها، ولكن إذا رأيت أنها في موقف التهور فلابد أن يوجد من يحجم هذه القوة. إلى الآن كل المخاطرات التي حدثت بشيء من الاستعراض، ولم تهاجم على سبيل المثال أرضا كورية ولم تسقط الصواريخ على مدن يابانية، إنما هي استعراضية لتقول أنني أستطيع أن أفعل ذلك. لذا حينما تأتون بي إلى طاولة المفاوضات في المرة القادمة، خذوا في الحسبان أن لدي أستطيع. القوة وأنني أستطيع. هذه ورقة ضغط في المفاوضات. طيب، وحالة الصوت العالي، حالة الصراخ أو العويل أو الخوف المفتعل، إن صح هذا التعبير أيضا بين قوسين، هل هو صحيح؟ هل كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية حين تصدح بأنها تخشى من هذه الصواريخ، والولايات المتحدة تروج أنها تخشى من السلوك غير المنضبط لزعيم كوريا الشمالية، هل هي بتصدح بدقة بحقيقة، ولا أنها تحاول أن تهول وكأنها ترد بصاروخ لفظي؟ صحيح، صاروخ يعني يهدد ويضع شروط للمفاوضات، وهي أخرى تهول وكأنها تضع شروط في المقابل للمفاوضات، حالة الضعف والاستكانة والخوف من الموت المدعى. إلى أي مدى ترى أن هذه الفكرة ممارسة بدقة في هذه المنطقة؟ هو دائما هذه اللعبة ليست لعبة بين طرفين، هناك أطراف خارج الكوريتين الشماليتين يعني يريدان أن تبقى هذه الحالة متأججة غير يعني الولايات المتحدة؟ تخيل، بالإضافة للولايات المتحدة، أنت تدري أن الصين ملامسة لكوريا الشمالية، ولا أعتقد أن حربا على الحدود مع الصين يمكن أن يكون أمرا يعني مفيدا ومحبذا من الصين. لذلك هذه الأطراف خارج الطاولة، خارج شبه الجزيرة الكورية، هي بنفس الأهمية للأطراف الكوريتين. لا يجد ترامب حينما يجبر أو يأمر بزيادة النفقات العسكرية من كوريا الجنوبية، لا يجد أكثر من النموذج الكوري الشمالي ليقدمه من أجل طلبه، لأن لو لم يكن هناك تهديد لما كان هناك طلب بإضافة نفقات عسكرية ملزمة لكوريا الجنوبية. وأنت تدري أن حينما توقع العالم، حينما ذهب ترامب ليصافح أن تكون هناك معاهدة سلام، لم تحدث المعاهدة وتراجع ترامب نفسه عن ذلك. أنت تدري لماذا؟ لأن السلام يعني أن هذا الطرف سيخرج من اللعبة تماما، ما يعني لن يفيده أن تكون شبه الجزيرة مسالمة وربما منضمة ومتحدة مع اليابان ومع الصين. وإلى أي مدى تدرك كوريا الجنوبية هذا الطرح، أن الولايات المتحدة لا ترغب في إتمام معاهدات سلام حقيقية؟ يعني يمكن أن تشاهد بعض الصور الخاصة حتى في الجرائد وفي الشارع في كوريا الجنوبية، لتعليقات تتهم ذلك، يعني حتى هؤلاء الذين لا يصرحون كفاية بسبب الدبلوماسية، ولكنهم يعني يدركون ذلك جيدا. طب المزاج العام في الشارع في كوريا الجنوبية كيف يفكر في هذا الأمر؟ أسلوب الحياة، أنت يعني تعتقد أنك في بلد غربي تماما ليست بلدا شرقيا، بمعنى أن الصناعة وهبت أسلوب حياة للشعب، رفاهية ونمط للحياة،
وعولمة مرسخة لذاتها في كل جنبات الحياة. لذلك أنت أمام ربما أمريكا بشكل كوري في شبه الجزيرة الكورية. وكنا نسمع أو نقرأ أو نشاهد في القصص المرتبطة بألمانيا الشرقية والغربية بحالات الهروب ورغبة في الهروب ورغبة من الخروج من هذا النظام إلى هذا النظام باعتباره هو نظام الأمل. حتى قرأنا ما بعد هذه الأزمة بأن الترويج المبالغ فيه لألمانيا الغربية كان في محاولة لإضعاف أو دغدغة مشاعر الألمان في ألمانيا الشرقية. ألا ترى أن هذا سلاح آخر يستخدم ضد كوريا الجنوبية، خاصة أن الشمالية عفوا، لأنه في المقابل يتم تجديد الحصار والإجراءات الأمنية ومنع الخروج واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتفتيش القادمين وضبط إيقاع السياحة حسب مفردات كوريا الشمالية؟ نعم، أنا يعني حدث أنا التقيت ببعضهم ممن سافروا هربا من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية، وكان هناك ما يشبه طلب اللجوء، وهو طلب اللجوء العام من الشمالية الجنوبية. نعم، طلب اللجوء من العالم يختلف عن طلب اللجوء من كوريا الشمالية، لأنهم يعتقدون أنه ربما ترسل كوريا الشمالية جواسيس لطلب اللجوء. لذلك حينما تلتقي شخصا ويتحدث إليك بعد رحلة دامت، راح إلى الصين لأنه كان مسموح له أن يسافر إلى الصين، ثم إلى فيتنام، إلى كمبوديا، ثم يستطيع الهرب فيأتي إلى كوريا الجنوبية ويحدثك عن هذه الرحلة، لابد أن يضخم ما حدث ولابد أن يكون متهما للنظام ليحظى بالراتب الذي توفره له حقوق اللجوء إلى كوريا الجنوبية. بتقصد أنه الفرصة الحقيقية لمعرفة ما يجري داخل كوريا الشمالية هي تكاد تكون معدومة؟ تكاد تكون معدومة إلا إذا كانت هناك قوة يعني استخباراتية تتسلل إلى هناك. لا يمكن أن تأتي بأخبار من الخارج، لأنها ستبقى توقعات أو تكهنات أو تبقى الرسالة الرسمية التي يقدمها النظام الكوري الشمالي. طب هل لديك تفسير لماذا الحديث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية في هذا التوقيت؟ كانت هناك دائما جدول أعمال للرئيس يتحرك فيه ويظهر فيه في المناسبات، وكانت أهم مناسبة خاصة بذكرى جده واختفى فيها في 15 أبريل، ثم بعدها اختفى تماما. ثم سافر فريق طبي من الصين، توقع أنه يذهب إلى مراجعة صحية إلى الرئيس الكوري الشمالي. هذه التكهنات عندما تذهب إلى وكالة أنباء أجنبية خاصة في قلب الولايات المتحدة لابد أن يعني يضيفوا لها البهار الإعلامي لكي يصنعوا خبرا قد يكشف كوريا الشمالية، ولكنه قد يغطي على أخبار في كوريا في أمريكا الشمالية أو في الولايات المتحدة التي تعاني كما تعرف أسوأ مجابهة لمرض كورونا. طيب في حالة أو فكرة الترويج لشقيقة الزعيم في هذا التوقيت زعيم كوريا الشمالية، الضجة اللي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه في الأصل لا أحد لديه قدرة على استقطاب معلومة من داخل كوريا الشمالية، بترى أنه ده ليه ربط أيضا مع نفس الفكرة أنه فجأة صور شقيقة رئيس كوريا الجنوبية الشمالية ملأت الفضاء الإلكتروني؟ هو لقد جاءت شقيقته قبل ذلك رئيسة لوفد كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية، وترأست بعض المفاوضات مع الولايات المتحدة. إذن أنت أمام شخصية حاضرة، يعني هم لا يعرفون غيرها لكي يتنبؤوا بسواها. يعني هذه شخصية قدمها النظام الكوري الشمالي إليهم. يعني هو من يروج طبعاً. وهل هي على ما يبدو أنها على هوى الغرب؟ يعني ولا فكرة التخلص من الرجل بصورة عامة هي على هواه، وأيا كان البديل هو مقبول بالنسبة لهم؟ حينما جاء الشاب إلى الحكم جاء في سياق أن الحكام في المنطقة كلهم تغيروا، الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتنبأ الجميع بأن هذا عهد جديد وأن هناك تغييرا قادما وأن التفاؤل قادم إلى آخره. ولكن ربما بعد هذه السنوات تدرك أن النظام قائم طالما بقيت الأفكار، فأنت لا تغير نظاما دون أن تغير الأفكار، فالفكرة قائمة ولا تعتمد على الأشخاص. يعني ذهب كيم الابن، ستأتي الشقيقة وتمارس نفس الأفكار
إذا لم تتغير. طيب، ومعنى ذلك أنه الحالة أو الخريطة السياسية في هذه المنطقة لن تتغير إلا بتغير الخريطة السياسية في العالم؟ يعني أنت تدرك مسألة الحاجة والطلب. يعني نجحت الصين في أن تكون محافظة على نظامها السياسي، ولكن في نفس الوقت أن تتبنى الاقتصاد الرأسمالي. يعني الصين ليست دولة اشتراكية بالمعنى المفهوم، إنما هي دولة قائمة على اقتصاد ضخم جدا منفتح عكس نظامها السياسي. الأمل الذي يحدو الجميع في كوريا الجنوبية وربما في الصين أن تؤمن كوريا الشمالية بتلك الأفكار فيكون هذا التحول ويحدث اللي هو النموذج الصيني. اللي هو النموذج الصيني، نعم. وبترى أنه في حالة تطبيق هذا النموذج الصيني أنه الإيمان بالأفكار الاقتصادية الرأسمالية كل شيء سيتغير. كل شيء سيتغير. أنت الآن ترى الرئيس الصيني والروسي يجلسان معا، ترى محاورات ومحادثات بين اليابانيين والصينيين. الآن حينما تتغير الأفكار في كوريا الشمالية وتعتمد نظاما أكثر مرونة في الاقتصاد والتعامل مع العالم ويحدث نوع من الانفتاح مع العالم، يمكن أن تتغير الفكرة والدولة. سؤالان. الأول، نحن تحدثنا أن الصين تميل ناحية الشمال بحكم الفكر السياسي، لماذا لا تضغط الصين إذا كانت تريد ذلك؟ تحدثنا في الجنوب، أنا سأدمج الأسئلة في سؤال واحد أو في محاورة وفكرة واحدة، وإذا كانت الولايات المتحدة هي أيضا تدفع للإبقاء على هذا الصراع أزليا لأسبابها، لماذا لا تكون الصين هي الأخرى تدفع للإبقاء على هذا الصراع وهذا النموذج قائما باعتبارها هي السلاح أو هي الوسيلة أو العصا الواضحة في يد الصين تجاه الغرب، تجاه اليابان، تجاه كل من يلف لف الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن ما يحدث في كوريا الشمالية ليس بعيد عن الصين وتوجهاتها ويعني نظامها، لكن لا يأتي الأمر بكبسة زر. يعني لا يمكن أن تطلب الصين مباشرة فيحدث التغيير في العام التالي أو اليوم التالي. أعتقد أن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ولكننا سنرى أن التغيير يبدأ من الصين وينتقل إلى كوريا الشمالية فتكون هناك شبه جزيرة كورية جديدة. إلى أي مدى ترى هذا قابل للتحقيق أو في مؤشرات لتحقيقه على الأقل؟ يعني العالم تحدث فيه طفرات استباقية. الآن حينما أقعد الوباء المليارات في البيوت كان يمكن لم يمكن لأحد أن يتنبأ بذلك. صحيح. فليس ببعيد أن يحدث ذلك، ولكن المفتاح في يد الصين أكثر منه في يد الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب بين الصين والولايات المتحدة سنرى نتيجتها في أرض الواقع في الكوريتين. طب أنا سألت سؤال وأعيده مرة أخرى، إلى أي مدى تتوقع أن يتحقق هذا السيناريو؟ أنا يعني أرى أن مسألة وجود اتحاد بين الكوريتين يمكن أن يحدث، ولكنه لن يكون اتحادا بالمعنى العودة إلى البلد الواحد، ولكن إلى نظام فيدرالي بين دولتين. تقبل تحياتي، أشكرك شكرا جزيلا. السيد أشرف أبو اليزيد، وأنت رئيس جمعية الصحفيين الأسيويين بسيول بكوريا الجنوبية والمتخصص في شؤون كوريا الجنوبية، سعدت بهذا اللقاء. أهلا. شكرا بك. ليك وشكرا للجمهور. ومشاهدي الكرام، أشكركم على هذه المتابعة. كنا قد توقفنا في هذه الحلقة حول سؤال واحد، حول مستقبل الكوريتين، مستقبل هذا الصراع ومستقبل الصراع الأكبر ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي مدى، وهذا هو كان الطرح الأخير في هذه الحلقة، إلى أي مدى قد يؤثر المؤثر الأهم وهو فيروس كورونا على مستجدات وخريطة السياسة في العالم، وما يدفع الصين إلى التأثير على كوريا الشمالية لتخفيف من وطأة الحكم السياسي الشمولي ليكون في مستقبل التعاون ما بين الشمالية والجنوبية في نظام سياسي كل في مكانه، ولكن قدر من التحالف قليل من التصعيد. هذا هو سؤالنا. لم يمت زعيم كوريا الشمالية حسب الأنباء التي جاءت حتى هذا التوقيت. أنا تامر حنفي وأحييكم. سلام الله عليكم.